شكرا. مرحبا مرحبا بالسادة العالميين، مرحبا لكل اللي تبعوا فينا. باش نقدموا اليوم الندوة الصحفية المرحلة القادمة اللي هي الحجر الصحي الموجه، اللي مبنية وباش نقدموا فيها المراحل والقطاعات المعنية والتدابير والشروط الوقائية والصحية والإجراءات بالنسبة للتراخيص، واتباعا بعد ذلك كل التفاصيل. علاش الحجر الصحي الموجه وعلاش باش نبداو في المرحلة هذه؟ أولا، احنا اليوم شفنا اللي المؤشرات الصحية تثبت اللي هناك نجاعة في تحكم في انتشار الوباء، نجاعة العملية الاستباقية للخطة والخطة الوطنية اللي توخيناها خلتنا أن نتحكم في هذا الوباء إلى حد ما. ولكن هذا ما يمنعش أنه يجب أن نتواصلوا في العامل اليقظة في التعامل مع هذا الوباء. وللأسف معناها نعرفوا اللي ثم تداعيات كبرى على المدى الاقتصادي والاجتماعي اللي خلتنا أن قدام معادلة، أنه من جهة نحافظوا على مكتسباتنا ونحافظوا على التحكم، ولكن من جهة أخرى نمشي تدريجيا في استعادة النشاط الاقتصادي واستعادة القطاعات، خاصة الحيوية والقطاعات الحياتية الهامة. هذه المعادلة هامة، المعادلة قائمة على أنه من جهة معناها هناك تواصل في التحكم، ومن جهة أخرى إعادة الحياة التدريجية الاقتصادية. الاستراتيجية قائمة على ثلاثة مبادئ. المبدأ الأول هو مبدأ التدرج والمرحلية. الهدف متاعنا أن باش نتحكموا تدريجيا، باش نفتحوا تدريجيا القطاعات الجهات باش نشوفوها من بعد، مع المتابعة للوضع الصحي والوبائي والمرور من مرحلة إلى مرحلة أخرى، شريطة التحكم في الوباء. هذا المبدأ هو قائم دونك على التدرج والمرحلية، يخلينا أنه بشوية بشوية نمشيو في الفتح هذوما القطاعات، ولكن الهدف هو كل مرة التقييم خلال المرحلة المرحلية والتدرج والتقييم، ومن بعد ذلك التأقلم حسب الوضع الصحي. يعني المتابعة لهذا الوضع الصحي هو المعيار الوحيد اللي باش يخلينا نمشيو اما في التجديد للرجوع الى الحجر الصحي الشامل بالنسبه لبعض الجهات اللي معناها لا قدر الله يجي فيها انتشار كلاستر او وباء، وهذا باش تقدمه بعد ذلك وزاره معناها الصحه، اما في الذهاب نحو الفتح واعاده شيئا فشيئا الحياه الاقتصاديه والرجوع معناها للدوره الاقتصاديه. هذا مهم أن نوضحوا أن مبدأ التأقلم في الخطة هام جدا، وفي كل وقت نجموا يعني نقيموا ونراجعوا المرحلية نحو أما نقدموا ونحلوا، أما معناها لا قدر الله إذا كان ثم تفشي الوباء الرجوع إلى الحجر الصحي الشامل، ينجم يكون بالفئات، نجم يكون للجهات أو حتى على المستوى الوطني. لذلك المبدأ الثاني هو مبدأ المسؤولية. مبدأ المسؤولية في احترام التدابير الإجرائية والوقائية والصحية. الهدف أن باش نتحكموا ونفتحوا القطاعات، وهذه شريطة التحكم ما ينجم يصير كان عندما المواطنين والمؤسسات يحترموا الإجراءات الصحية والوقائية اللي باش تتقدم من خلال أدلة سيقع تقديمها، وهذا مهم جدا. هذه المسؤولية في وانخراط المجموعة الوطنية في هذه الخطة. لهنا الحكومة معناها باش توفر الآليات المعدات لمعناها توفير وإنجاح هذه الخطة، ولكن النسبة الهامة وكما قال السيد رئيس الحكومة 30 منها بالنسبة للدولة في توفير الخطة والجاهزية وبالنسبة للمعدات وحوكمة هذه الخطة، ولكن زاد 70%
المواطن، المؤسسات، انخراط المجموعة الوطنية لإنجاحها، وهذه معناها المسؤولية والالتزام، معناها عامل هام في إنجاح خطة الحجر الصحي الموجهة. كيف كيف دور الإعلام ودوركم مهم جدا بالنسبة للتوعية، بالنسبة معناها للإعلام في بالنسبة لخطورة الوباء، ولكن كذلك بالنسبة لاحترام الإجراءات الصحية على جميع المستويات، ودور بالطبع الجماعات المحلية، دور المجتمع المدني. يعني عامل المسؤولية هو ركيزة في إنجاح الخطة ومسؤولية الجميع. يوم 4 ماي اللي باش نبداو فيه في الخطة هذه في الحجر الصحي الموجه، هو باش يدخلنا في مرحلة جديدة، مرحلة للتحكم في الوباء، مرحلة جديدة اللي باش ننخرطوا فيه معا مسؤوليتنا الكل في إنجاح هذه الخطة. ولهنا بالطبع هذا نداء للجميع، للمجتمع المدني، للإعلام، للمهن، للحرف الصغرى، للمؤسسات، لكل مكونات المجتمع، للانخراط في هذه العملية لإنجاحها، وباش نجموا نرجعوا دورتنا الاقتصادية شيئا فشيئا مع معناها كما قلنا المعادلة والتحكم في الوباء. لهذا معناها قمنا في إعداد الخطة هذه في مسار حاولنا باش يكون تشاركي بقدر الإمكان. المسار هذه استمعنا فيه للمنظمات الوطنية، استمعنا فيه لبعض القطاعات، استمعنا فيه للخبراء، بالطبع الهيئة الوطنية للكوفيد والهيئة العلمية الصحية، معناها العديد من التوصيات. حاولنا نأخذ بعين الاعتبار كل التوصيات والمقترحات باش تكون الخطة هذه منبثقة من مسار تشاركي، معناها ولأن الفترة القادمة مهم جدا انخراط الجميع في هذه المرحلة. المبادئ دونك هي الصحة والتحكم في الوباء، المرحلية والتدرج، المسؤولية والتشاركية في الانخراط. خطة الحجر الصحي الموجه أولا مبنية على الفئات. الفئات بالنسبة لنا الفئات اللي هي غير معنية بالحجر الصحي الموجه أولا، يعني الفئات المستثنات اللي باش تقعد في الحجر الصحي الشامل. أولا الأشخاص الأكثر من 65 سنة، الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة والحاملين لأمراض مزمنة، هذه النساء الحوامل والأطفال اللي أقل من 15 سنة، هذوما الفئات غير معنيين بخطة الحجر الصحي الموجه، هما معناها في إطار الحجر الصحي الشامل ومطالبين أنهم يلتزموا بتدابير الحجر الشامل. وهذه الفئات معناها قدمت من وزارة الصحة بالنسبة للمعايير لهذه الأمراض المزمنة ومدقة من طرف وزارة الصحة. قبل ما نمشيوا للقطاعات، تمت باش نقدموا بطريقة طفيفة ما هي شروط السلامة ودليل شروط السلامة، اللي هو ثم معهد الصحة والسلامة المهنية في وزارة الشؤون الاجتماعية اللي قامت بعمل كبير في معناها تحديد أدلة، مجموعة من الأدلة هي أدلة قطاعية، شروط سلامة بالنسبة لكل قطاع، كلها خلينا نقول قائمة على المبادئ هذوما، ومن بعد نمشيو بالقطاع بالقطاع. أولا ضرورة لباس الكمامات، التباعد الجسدي في المؤسسات، في المهن الصغرى، في المغازات، معناها هذم القواعد العامة والأساسية لشروط السلامة التي يجب توخيها لإنجاح العملية. نظافة اليدين، استعمال معناها الماء والصابون السائل في حتى كان معناها ممكن، واليوم ثم معناها تجارب نموذجية في بعض المؤسسات حتى في بعض البلديات أنه يوفروا معناها ماء وصابون سائل لغسل اليدين، هذا مهم. وفي إطار تعذر ذلك استعمال الجل هيدروالكوليك. بالنسبة لقواعد الصحة معناها ثم إجراءات تنظيمية بالنسبة للمؤسسات، اليوم ثم منظومات المؤسسة اللي يلزمها تتأقلم مع الإجراءات هذه، استعمال معناها تعيين ريفيرون كوفيد، مسؤول كوفيد في المؤسسة، هو باش يشرف على احترام الإجراءات، على تكوين، على معناها معنى احترام كل الإجراءات بالنسبة للعاملين في المؤسسة. السلامة الصحية للمقرات والتعقيم معناها مهم.
النقل الذاتي بالنسبة للمؤسسات هذا اليوم جاري به العمل وسيتواصل في المرحلة القادمة. النقل الفردي والنقل العمومي مع كراس شروط بالنسبة للنقل لهنا باش نقدموه، والطب الشغل اللي قدم دليل الوقاية والسلامة الصحية اللي كما قلنا مع معهد الصحة والسلامة المهنية، ونشكر وزارة الشؤون الاجتماعية اللي قدم معناها عمل جبار بالنسبة لتقديم الأدلة للوقاية والأدلة للتفقدية وللمراقبة بعد ذلك. وطب الشغل معناه باش يكون طرف هام في مراقبة احترام الشغل وتفقدية الطب الشغل وتفقدية الشغل والمتداخلين، باش نجيو من بعد على معناها ركائز المراقبة. التوجيهات الوقاية اللازمة ضد الإصابة بالكورونا لاستئناف العمل لهنا يعني العديد من كما قلنا الأدلة. حبيت نعطي مثلا بالنسبة للمهن الحرة عنا كما قلنا إجراءات قطاعية، هذه أصحاب المهن الصغرى المهن الصغرى، شروط حفظ الصحة اللازمة للتوقي من الإصابة بالكورونا لاستئناف العمل، فيها مثلا سبل الوقاية واتباع قواعد الوقاية والمبادئ الغسل اليدين، القناع، التباعد الجسدي، ومعناها العمل احترام مسافة لا تقل على متر على الأقل بين العمال، ارتداء الكمامة، تجفيف اليدين اتسيتيرا. هذه الكل موجود الأدلة في عن وزارة الشؤون الاجتماعية. ثم توجيه ولا بروتوكول معناها بالنسبة للصحة عام، اللي هو إذا كان ما نلقاوش بالنسبة للمهنة أو قطاع ما البروتوكول متاعه، يمشي لاحترام القطاع العام البروتوكول الصحة اللي هو موجود كيف كيف في وزارة الشؤون الاجتماعية، واللي معناها يجب احترامه. والسيد وزير الصحة إن شاء الله يعطينا معناها التفاصيل بالنسبة لهذه الإجراءات والنقل العمومي والثم معناها البروتوكول بالنسبة للنقل، كل وسائل النقل التي يجب احترامها. بالنسبة للقطاعات لهنا ولهنا سؤال مهم والانتظارات التونسيين بالنسبة لمعرفة ما هي القطاعات المعنية بالمرحلة اللي باش تبدأ في 4 ماي، حابين قبل نقولوا أولا قمنا بتحديد القطاعات ذات الأولوية. شنو هي القطاعات وما هي المعايير اللي توخيناها؟ المعيار الأول هي دعم القطاعات الحيوية. احنا اليوم في شهر رمضان وعندنا قطاع معنا الصناعة الغذائية والصحة، هذوما القطاعات يجب دعمها بمعني القطاعات ذات العلاقة بها. ثانيا القطاعات ذات البعد الاجتماعي مثل المهن الصغرى والحرفيين اللي نعرفهم معناها ذات قوت مهنة قوت يومي، وإحنا اليوم بحاجة إلى فتح هذه القطاعات في أقرب وقت ممكن نظراً وباعتبار هذا البعد الاجتماعي. القطاعات الاقتصادية المهددة، اليوم نعرف العديد من الصناعيين والمؤسسات المصدرة مهددة حتى بالإغلاق، ومعناها اليوم مواطن شغل مهددة، لهذا معناها معيار القطاعات الاقتصادية هام جداً. والمعيار الأخير هو استحالة العمل عن بعد بالنسبة خاصة للخدمات. بعد ذلك ثم الجاهزية من حيث احترام التدابير الصحية، لأنه ثم بعض القطاعات اللي مش ممكن مثلا تحترم التباعد الجسدي، مثلا تو نشوفوا بعض المهن وبعض القطاعات اللي صعيب، لذلك معناها باش ناخذوا بعض الوقت في معناها للتدابير اللازمة. التدابير الصحية اللي هي موجودة حسب كراس الشروط القطاعي اللي حكينا عليه، وكذلك وسائل النقل اللي عندها كراس شروط كل وسيلة نقل عندها، وبالطبع يجب احترام المعايير هذه. ثم بعد ذلك معناها منظومة التراخيص والتصاريح، وإحنا باش نمشيو في أكثر تصاريح وأكثر تسهيل بالنسبة للقطاعات باش معناها نفتحوها وباش تنطلق في العمل. والجانب الهام في الخطة هذه هي المراقبة، المراقبة اللي باش يكون فيها العديد من المتدخلين، واللي هي لأنه مبدأ المسؤولية
احنا باش معناها باش يكونوا اكثر كما قلنا تصاريح مش تراخيص، انه تلقائي معناها بالنسبه للمؤسسات والمهن الصغرى، ولكن هذه المسؤوليه قدامها واجب الدوله في انه تكون مراقبه هامه، مراقبه واولا خلينا نقول اهم حاجه في المراقبه هي المراقبه الذاتيه، المراقبه كل مؤسسه كل مهنه كل حرفي مراقبة لنفسه، مراقبة لاحترام الإجراءات داخل المؤسسة قبل ما تكون مراقبة خارجية، وبعد ذلك ثم معناها العقوبات المتدرجة حسب مدى التزام الإجراءات الصحية اللي تنجم حتى تمشي نحو معناها غلق المؤسسة، تنجم حتى غلق القطاع العام إذا كان شفنا أنه قطاع معناها هام ما توخاش الإجراءات أو ثم دي كلاستر، يعني يمكن الرجوع للقطاع ككل. رسنامة المراحل، المرحلة الأولى باش تكون ابتداء من 4 ماي إلى آخر العيد يعني يوم 24 ماي. نعاودوا ونأكدوا راهو المرحلية هذه هي مرحلية مبدئية، هي معناها غير نهائية، هذه ثم تأقلم حسب الوضع الصحي ونجموا في كل وقت الرجوع في المراحل هذه. المرحلة الثانية من 24 ماي إلى 4 جوان، والمرحلة الثالثة من 4 جوان إلى 14 جوان، دونك ثلاثة مراحل بالنسبة لحجر الصحي الموجه، وكل مرة سيقع كما قلنا التقييم ومعنى التأقلم حسب الوضع الصحي، حسب انتشار الوباء، حسب التحكم في الانتشار وإمكانية التمديد في المرحلة وإعادة النظر قائمة في كل يوم. قبل ما نمشيو في الملخص للمراحل، الملخص المراحل أهم القطاعات اللي باش تبدأ ومن بعد باش نمشيو في التفاصيل. أولا من 4 ماي في المرحلة الأولى القطاعات من الوظيفة العامة والإدارة بنسبة 50%، الصناعة بنسبة 50%، يعني وتونجيو بالنسبة للتفاصيل، الخدمات 50%، المهن الحرة 100%، أشغال عامة وأشغال بناء 50%، المهن الصغرى بالتناوب باش تكون يوم بيوم، نشوفوا تون بعض التفاصيل ما عدا بعض المهن وتنشوفوا علاش. التجارة كيف كيف كل الأنشطة ما عدا تجارة الملابس والأحذية والمغازات الكبرى انطلاقا من 11 ماي، وبالنسبة للمهن كيف كيف بالتناوب كل الأنشطة ما عدا الحلاقة والتجميل وكل المهن اللي ما توفرش التباعد الجسدي. وبالنسبة للتربية والتعليم الرزنامة معناها أنه استكمال السنة الدراسية والسنة الجامعية ابتداء من المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، والسيد وزير التربية وكذلك والسيد وزير التعليم العالي باش يقدمونا بعد ذلك الرزنامة مفصلة. الرؤية لهنا والمبادئ العامة أن في المرحلة الثانية نمشيو نحو أكثر يعني النشاط الـ 75% بالنسبة للأنشطة اللي كانوا 50% و 100% في المرحلة الثالثة، هذا التصور العام، أنه تدريجياً الرجوع لبعض الأنشطة الثقافية والمساجد والمقاهي تدريجياً، وهذا معناها سيقع تفصيله في معناها قبل العيد، ورجوع معناها الأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب في المرحلة الثانية بعد العيد، والمحاضن ورياض الأطفال في المرحلة الثالثة من 4 جوان. وهذا بالطبع الكل يقعد رهينة نجاح الخطة، رهينة التحكم في الوباء، رهينة احترامنا ككل كمواطنين كمؤسسات كعائلات كأسر وتضحيات ومواصلة التضحيات. احنا اليوم الكلنا قاعدين نضحي ونعرفوا خاصة شهر رمضان معناها أصعب بالنسبة للتضحيات، ولكن هذا مهم باش نجموا نجحوا المقاربة كما قلنا، مقاربة التحكم ومقاربة الفتح والدورة ورجوع الدورة الاقتصادية. التدقيق بالمرحلة الأولى من 4 ماي 24 ماي بالنسبة للمهن الصغرى،
المعنية بالمرحلة الأولى عنا قلنا الرجوع لكل الأنشطة للمهن الصغرى ما عدا الحلاقة والتجميل وكل الأنشطة اللي ما يتوفرش فيها عامل التباعد الجسدي. هذه باش ننطلقوا فيها الأنشطة هذه اللي فيها خطورة على الصحة في 11 ماي باش ناخذوا التدابير والإجراءات اللازمة والحذر اللازم قبل المرور في الأنشطة هذه. الشروط بالنسبة للأنشطة الأخرى المهن الصغرى كل المهن الصغرى، أولاً العمل بنظام التناوب، يعني يوم بيوم، أيام العمل يوم عمل ويوم راحة، وهذه باش يكون حسب يعني جوغ بيغ جوغ امبيغ حسب رقم بطاقة التعريف، بطاقة التعريف بيغ نخدمه في الأيام الفردية أو الزوجية. التصريح على الشرف أو الاستمارة معناها شكون كيفاش باش تكون عملية الرخص بالنسبة للمهن الصغرى. العملية باش تكون سهلة، ما ثماش حقيقة رخص، هي عملية تصريحية. الحرفي يمشي يما للمركز الأمن أو البلدية ويعمر ثم استمارة يلقاها موجودة يحط فيها سامحوني ما ثم شوية حس أي. بالنسبة للاستمارة دونك يلقاها سواء في البلدية أو في مركز الأمن، ومعناها يصرح أنه باش يستمر العمل بالنوميرو دو باتونت أو ببطاقة التعريف، يصرح ويلتزم بدليل السلامة والوقاية الصحية اللي بالنسبة للمهن اللي موجود ومتوفر. وبالنسبة للرقابة تتولى السلطة الجهوية والمحلية السهر على تنفيذ الإجراءات. هذه التفاصيل أنه كيف معناها والترتيب كيف بش واليوم العمل ويوم مش عمل، هذا الكل تباعا سيقع تفصيله في على المستوى الجهوي والمحلي. بالنسبة للأنشطة التجارية بالمرحلة الأولى الأنشطة المعنية كل الأنشطة كما قلنا ما عدا تجارة الملابس والأحذية. علاش معناها استثناء؟ لأنه هذه التجارة تمثل خطر للعدوى وإحنا بحاجة لاتخاذ إجراءات وقائية خصوصية مكثفة بالنسبة للقطاع هذا. تجارة الملابس والأحذية والمساحات التجارية الكبرى ستنطلق في 11 ماي. دونك كل الأنشطة التجارية 4 ماي، والأنشطة الخصوصية اللي هي الملابس والأحذية والمساحات التجارية الكبرى في 11 ماي. الأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب والمراكز التجارية انطلاقا من المرحلة الثانية. بالنسبة للشروط العمل كيف كيف بنظام التناوب، تصريح على والاستمارة بالنسبة لصغار والحرفيين، والالتزام بدليل السلامة والوقاية الصحية كيف كيف. هذا تباعا وزارة التجارة باش تقدم المناشير وتقدم معنى التدقيق والتفصيلات اللي هي باش توضح العملية بالنسبة للقطاعات هذه. بالنسبة للخدمات والمهن الحرة الأنشطة المعنية اللي باش تنطلق في 4 ماي هي الخدمات المالية، الخدمات للمؤسسات والمهن الحرة. بالنسبة للخدمات ككل باش نمشيو في 50%، يعني 50% من الطاقة التشغيلية القصوى و 100% بالنسبة للمهن الحرة، مع كذلك الالتزام بالسلامة بدليل السلامة والوقاية الصحية. لهنا الخدمات بالنسبة للمؤسسات اللي عندها استحالة العمل عن بعد، لأنه دائما والمبدأ وخاصة بالنسبة للخدمات اللي عندها الإمكانية العمل عن بعد، احنا معناها التوصية أنه تواصل في العمل عن بعد. بالنسبة للقطاع الصناعي والأنشطة هي جميع الشركات الصناعية، هي الشروط 50% من الطاقة التشغيلية القصوى اللي باش تنطلق من 4 ماي. الشروط هي توفير النقل الذاتي للموظفين والعملاء اللي هو جاري به العمل اليوم، يعني المؤسسات اللي أخذوا تراخيص هما قاعدين يوفروا في النقل الذاتي، والالتزام بدليل السلامة والوقاية الصحية بالنسبة لداخل المؤسسة حسب الدليل
اللي معتمد من وزارة شؤون اجتماعية، وكذلك حسب كيف كيف بالنسبة لي معناها النقل الذاتي يلزم النقل الذاتي كيف كيف يحترم كراسة شروط والإجراءات الوقائية للنقل، وهذا مهم. بالنسبة للأشغال العامة والبناء، الأنشطة المعنية للأشغال العامة وشركات البناء والحدائق، الشروط هي توفير النقل بالنسبة للأشغال العامة و 50% من الطاقة التشغيلية القصوى، كيف كيف مع الالتزام بدليل السلامة والوقاية الصحية، وتباعاً جي التدقيق بالنسبة والمناشير من طرف الوزارات الإشراف بالنسبة للإجراءات. الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية، الأنشطة المعنية، المصالح المركزية، المصالح الجهوية، البلديات، القبضات المالية والعدالة بجميع مكوناتها، هذوما مقترحات معناها الوزارات لهنا، مع بالنسبة 50% من عدد الأعوان والإطارات كيف كيف معناها نفس التصور، ولكن معناها لهنا ثم أمر حكومي سينظم كافة التفاصيل المتعلقة بعمل أعوان الدولة وبعمل الجماعات المحلية، وبالنسبة معناها للعدالة كيف كيف سيقع التفصيل والتصور مع الوزارات المعنية، مع الاستشارة مع جميع الأطراف المعنية. المسار الإجرائي، بالنسبة للمسار الإجرائي توا هذه القطاعات باش تخدم في 4 مايو، كيفاش شنية العملية باش نجم تاخذ الترخيص لهنا؟ أولا كل التراخيص الحالية تبقى سارية المفعول، معناها لا وجوب لإعادة اللوج إلى المنصة. عندنا منصة حالية autorisation هذه .gov.tn، هذه المنصة اليوم اللي متعامل بها سيقع تبسيط الإجراءات إلى حد أقصى حد ممكن، يعني أنه ثم فقط الوزارة الإشراف التصريح، يعني طلب عبر الإنترنت، المؤسسة تعمل تصريح لمباشرة النشاط، وبعد ذلك هو أكثر معناها تصريح مش ترخيص، يعني أنه المصادقة وهو إعلام الوزارة القطاعية بأنه المؤسسة باش تستأنف النشاط، ولهنا معناها نعمل أنه الوزارات المعنية باش تلتزم ب 24 ساعة باش ترجع البريد الإلكتروني يتضمن قائمة من الأشخاص المخولين للتنقل للعمل أو بالإسماس كما و الاسماس معناها بالنسبة لصاحب المؤسسة وبالنسبة الموظفين كما هو متعامل به اليوم. يعني في البروسيس حاولنا نقصوا، ثم كان ثم معناها العديد من الوزارات متدخلة، حاولنا نكون وزارة واحدة هي وزارة الإشراف، وهي اللي باش تعطي المصادقة باش تكون معناها كازيمون سيستيماتيك بالنسبة للمؤسسات. وقتاش ثم ترخيص أو تدخل حقيقي لوزارة الإشراف؟ عندما ثم استثناءات، يعني مؤسسة مثلا صناعية ما تنجمش تحترم 50% وهي بحاجة أنها، وثم مبرر لذلك، عند هذا تقدم الطلب هذية في عبر التطبيق، ووزارة الإشراف حسب التبرير معناها تعطي المصادقة في هذا. ذلك علاش قلنا ترخيص في الحالات الاستثنائية، ولكن الباقي الكل هو معناها محاولة التصريح. بالنسبة للمهن كما قلنا ثم مش معنية بالمسار هذية، هذه المسار الإجرائي بالنسبة للشركات، ولكن بالنسبة للمهن التراخيص باش تكون حسب الاستمارة اللي هي موجودة في البلديات أو في مراكز الأمن. التطبيقات ومواقع الويب، ثم العديد من التطبيقات اللي كما قلنا autorisation.gov.in، ثم التطبيقات المواقع الإلكترونية للوزارات اللي باش نلقاو فيها معناها التفاصيل بالنسبة لوزارات الإشراف حول القطاعات هذه والإجراءات. الكوفيد-19.ان اللي هي اليوم معناها تعطينا حالة تقدم الوباء، هذه باش تكون فيها كذلك العديد من التوضيحات بالنسبة للخطة الحجر الصحي الموجه، وأخيرا الابليكاسيون وقاية اللي هي باش تخولنا الجيولوكاليزاسيون، وهذه باش نشوفوها مع السيد وزير الصحة. بالنسبة للنقل،
كيف المبادئ النقل هو معناها الأسس النجاح الخطة هو في التحكم في الإجراءات والنقل. يعني الانتشار الوباء شفناه في بعض التجارب المقارنة جاي في العديد من الأحيان في النقل وسائل النقل. هذاك علاش هي معناها أحكام خطة النقل وأحكام احترام الإجراءات وكرة الشروط بالنسبة لوسائل النقل باش يكون معناها من أهم معايير إنجاح هذه الخطة. قبل ما نمشي للنقل ثم أولا التنقل هو باش يقعد المبدأ هو ممنوع للجميع معناها خارج المحيط السكني. هذايا معناها قائم ذات التنقل الاستثناء بالتراخيص. هذه مواصلة هذا المبدأ كما متعامل به اليوم. أي هذا بالنسبة للمراحل. المبادئ الأساسية من قبل معهد الصحة بالنسبة للوسائل النقل كلها يلزمها تحترم التباعد الجسدي والمراعاة المناطق المخصصة للوقوف والجلوس. يعني مثلا عدم وجود معناه في البوس العباد كل قاعدين نصف 50% من الكاباسيتي وغيره من المعايير باش نقدموها بعد ذلك. الالتزام بوضع الكمامات، ضمان استمرار مرفق نقل نظيف وصحي، تعقيم وتطهير منتظم لجميع الوسائل النقل، ولا يمكن الصعود في وسائل النقل إلا للأشخاص المسموح بها للتنقل. يعني اليوم المهن عندهم الاستمارة، الموظفين عندهم الترخيص، هذا اللي باش يخول استعمال النقل العمومي، وإلا فهذا معناها غير ممكن وغير مرخص له. أهم المعايير المقترحة دونك لهنا عندنا بالنسبة للنقل الفردي ضرورة لباس الكمامات، لا تتجاوز شخصين لكل عربة عن تركيب متقاطع، واحد أمام واحد خلف، شخص واحد للمركبات ذات عجلتين. التاكسي الفردي لا تتجاوز شخصين لكل عربة مع التركيب متقاطع، واحد أمام واحد خلف في وسائل التاكسي الفردي، وتخفيض عدد الركاب بوسيلة النقل إلى النصف في وسائل التاكسي الجماعي، وتطهير منتظم لوسائل النقل. وكذلك بالنسبة للنقل لوسائل الخاصة للمؤسسة والنقل العمومي بالالتزام والامتثال بالإشعارات المرسلة، الالتزام بارتداء القناع هذا لكل، وتقليل عدد الركاب بوسائل النقل إلى النصف مع مراعاة المناطق المخصصة في بعض الأحيان للوقوف والجلوس، واحترام مسافة متر واحد على الأقل بين الركاب داخل وسيلة النقل العمومي مع التطهير. هذه الكل التفاصيل باش معناها تباعا سيقع معناها هناك مناشير كما قلنا في الوزارات المعنية ويقع تفصيلها وتدقيقها، والكراس الشروط بالنسبة للوسائل النقل كلهم موجودين في وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة لمعهد السلامة الصحية لقدمته. أخيرا الآخر مركبة هي المراقبة والمتابعة. المراقبة والمتابعة كما قلنا المراقبة الفردية هي أهم ركيزة، المراقبة هي والصيغة التشاركية، المسؤولية والنجاعة، هذوما المبادئ اللي باش يخليونا ننجحوا في الخطة هذه. ضمان أكبر قدر ممكن من مشاركة جميع الأطراف، و تطوع الإجراءات حسب تطور الأوضاع هذه النجاعة وحسب الإمكانيات المتاحة لتطبيقها. لهنا المراقبة باش تكون معناها من طرف اللجان، من طرف الولايات، رؤساء البلديات، الأعوان، التفقديات القطاعية، تفقديات الشغل، الهيئات الرقابة، هيئات الرقابة الداخلية، كلها مع التعاون والآليات التشاركية مع الرؤساء البلديات، المعتمدين، منظمات المجتمع المدني اللي باش يكون عندها كبير دور كبير في التوعية وفي الانخراط في العملية على المستوى الجهوي والمحلي، السلطة الأمنية والإدارات الجهوية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية. دونك لهنا
التقارير إذا كان ثم مخالفة سترفع من طرف تفقديات الشغل وطب الشغل والإدارة حفظ الصحة والشرطة البيئية ومعناها المؤسسات إذا كان لا تلتزم بالإجراءات هناك معنى إصدار العقوبات من طرف المجالس البلدية والوالي بالنسبة هذه المسار بالنسبة للمهن الصغرى. أخيراً الالتزامات يعني اليوم كما قلنا ثم التزامات لإنجاح هذه المرحلة التزامات الدولة في التكثيف التحاليل وهذا باش يقدموا بعد ذلك السيد وزير الصحة حول الخطة الصحية المرافقة للمرحلة هذه تدعيم المؤسسات الصحية والبحث العلمي التقصي اليقظة النجاعة توفير الملتزمات التسهيل أقصر ما يمكن بالنسبة للتراخيص هذه كلها التزامات الدولة التزامات المؤسسات في الرقابة الذاتية في الالتزام الطوعي بتطبيق الإجراءات والإعلام الفوري إذا كان ثم حالة مشتبهة وهذا موجود في الدليل إعلام الفوري للإدارة الجهوية للصحة. بعد ذلك الالتزامات المواطن وهي الرقابة الذاتية والالتزام الطوعي في تطبيق مختلف الإجراءات وتجنب التجمعات اللي باش تقعد معناها غير معنية بالطبع التجمعات في هذه المراحل المعنية. دونك شروط النجاح احنا باش ننجحوا كلنا يلزم التنسيق احنا بحاجه لاكثر تشاركيه وباش نواصلوا في المسار التشاركيه وفي التعاون والتعامل مع كل الاطراف مع المهن مع القطاعات مع المنظماتنا الوطنيه مع المجتمع المدني مع كل الاطراف وكما قلنا الاعلام اليوم عنده دور هام الانخراط للبلديات وهياكل الرقابه في ضمان احترام القانون التقييم المستمر هذا باش يكون وقدرتنا على التاقلم في كل مرحله كما قلنا راهو المراحل هذوما مبدئيه ومعناها الهدف هو التحكم في الوباء وفتح القطاعات ورجوع إلى الدورة الاقتصادية إن شاء الله شيئا فشيئا التوعية والتحسيس المستمر لكل أفراد المجتمع. نحب نشكر جميع المتدخلين من الإطارات الطبية وشبه الطبية جميع المتدخلين من أعوان الأمن من الجيش من الصفوف الأولى اللي في الإدارة من الإعلاميين من كل المتدخلين اللي بتضافر الجهود ثم معناها التحكم ونجاح في المرحلة هذه وإن شاء الله نتواصلوا في نفس الوتيرة في نفس التضامن ونفس التضحيات لإنجاح عملية الحجر الصحي الموجه. نحب قبل ما نكملوا ونعملوا باش نعطيو اليوم الاستراتيجية المبنية على تصورات من السيد وزير الصحة اللي باش يقدم لنا الخصوصيات الصحية للمرحلة القادمة البروتوكول الصحي القطاع والجهات والفئات.